ورجعت لكم بعد الفاصل. زي ما الفيديو البسيط اللي احنا اتفرجنا عليه دلوقتي لخص عنوان الحلقة أو الفقرة بتاعتنا دلوقتي، تكيس المبيض. تمن بنات في كلية إعلام بالتحديد في الفرقة الرابعة مطلوب منهم مشروع للتخرج، وبما إننا بنات فعنينا على البنات، فكروا مع بعض وقعدوا واتكلموا واكتشفوا إن في حاجة مهمة جدا اسمها تكيس مبيض، موجود وموجود بنسبة كبيرة وبتعاني منه كتير من البنات، وكان له آثار جانبية على المدى، هنقول إيه، القريب والبعيد. علشان كده قالوا إحنا لازم مش هنعمل مشروع تخرج وبس، لا إحنا عايزين نعمل حاجة مفيدة، حاجة مفيدة تفيد كل البنات اللي إحنا نعرفهم وتفيد كتير من البنات اللي مش قادرة تشخص أو تفهم إن عندها مشكلة وإنها ممكن تتعالج. منوراني النهاردة بيتي وجيه طيب، اهلا بيك يا بيتي. اهلا بحضرتك. وملك علاء الدين مصطفى، ازيك يا ملك؟ ازي حضرتك، عامله ايه؟ انتوا 8 مظبوط. ايه فكره المشروع ببساطه؟ فكره المشروع ان احنا لما بدانا نفكر في ايه المشروع التخرج بتاعنا، زي ما حضرتك كنت بتقولي، كنا محتاجين حاجه تبقى مفيده للبنات اللي في سننا او اللي حوالينا. اكتشفنا انه مرض زي تكيس المبيض هو منتشر قوي وسط البنات، زي ما قلنا واحده من كل 10 ستات بيجي لها، و70% منهم لسه ما تشخصوش. وبدأنا نشوف انه على جروبس على الانترنت وكده انه البنات فعلا ما عندهاش وعي بدا ايه، ما عندهاش وعي بالمضاعفات ولا الاعراض. وكمان اكتشفنا انه ليه من الابحاث اللي عملناها ليه مضاعفات كبيره زي ما حضرتك قلتي على المدى القريب والبعيد، حاجات زي انه هو من الاسباب اللي بتسبب العقم بنسبه 61%، وان البنت اللي مريضه بسرطان بتكيس المبايض عرضه 6 مرات اكتر ان يجي لها سرطان مبيض او حاجات تانية زي كده. فبدانا نحس انه لازم ان احنا نخاطب البنات دي، ننشر الوعي من خلال الحمله التوعويه بتاعتنا. ملك، انتوا 8؟ احنا 8 مظبوط. مشروع بيعملوا 8 بيتقسم ازاي وايه دور كل واحده فيكم؟ المشروع بتاعنا هو بيتقسم على 3 مراحل. بتبقى اول مرحله منه بتبقى هي البحث، اصلا احنا ندور على موضوع، واول ما بنلاقي موضوع بنبدا نبحث اكتر فيه. كل ده بيكون تحت اشراف الدكاتره عندنا في الجامعه، معانا 5 دكاترة بيشرفوا على كل حاجه فيه. 5 دكاترة؟ يعني 8 بنات وخمس دكاتره. 5 دكاتره بيشرفوا، بيبقى لينا دكتور مخصص هو اللي بيشرف على المشروع بتاعنا، بس بنرجع برده لبقيه ال4 دكاترة التانيين لو احتاجنا منهم اي حاجه تانيه عشان نتاكد ان كل حاجه بنقولها هي صح قبل ما تطلع للناس. بس تاني مرحلة بتاعتنا ان احنا بنبدأ بعد البحث، بنبدأ اللي هو هنشوف ازاي هننفذ ده فعلا على ارض الواقع. فبدأنا ببيج السوشيال ميديا عملناها، بدأنا ان احنا ننزل ايفنتس بتتعمل زي بازارات، نزلنا 2 ايفنتس قبل كده، ونزلنا في الجامعة نحاول نكلم الناس اكتر بدل ما هو بس من على السوشيال ميديا. وبعد كده ما بنخلص بنعمل بحث تاني على الحملة كلها، نشوف احنا فعلا حققنا اللي احنا كنا عايزين نعمله ولا لا. فاحنا 8 بنتقسم، كل واحدة فينا بتبقى عارفه اكتر في حاجه معينه، اللي بتفهم اكتر في السوشيال ميديا، اللي بتفهم اكتر في المونتاج والاخراج لو هننزل فيديوهات او كده. فبنتقسم وبنلف كلنا على كل الحاجات عشان نبقى عندنا علم كافي بايه اللي بيحصل في كل حاجه بنعملها، سواء سوشيال ميديا او ايفنتس بننزلها. بيتي، دخولكم او الحمله اللي انتوا عملتوها دي، هل حاسه ان الموضوع سهل ولا كان في صعوبات عشان تقدروا توصلوا المسج او الرساله اللي انتوا عايزينها؟ اكيد في الاول كان عندنا صعوبات كتير قوي، خاصه انه الموضوع طبي قوي واحنا يعني طلاب اعلام مش دارسين قوي طب، لكن بدانا نحاول نتغلب على الصعوبات دي من خلال الابحاث اللي كنا بنرجع لها، سواء ابحاث عالميه او محليه، من خلال الدكاتره اللي كنا بنتقابل معاهم، ومن خلال البنات اللي عملنا معاهم مقابلات شخصيه، سواء البنات اللي عندهم المرض نفسه او البنات اللي ما عندهاش المرض، ونحاول نقيس نسبه الوعي اللي عندهم. بدأنا كمان عشان نعرف قد ايه نسبة الوعي عند الشباب بالمرض، بدأنا نعمل استبيان على الانترنت وبدأنا نشوف هم قد ايه عارفين وعارفين لحد فين من المرض. الموضوع ده كان بيتم بصعوبة ولا كان الموضوع سهل وكنت بتنزله الكويستشنير او الاستبيان تلاقي ناس كتير ابتدت تشارك؟ يعني لا، كان في صعوبه شويه في الاول طبعا، لا كانت بيقابلنا صعوبات وكنا بنحتاج ان احنا نبعته لناس ونحطه على جروبس اكتر. وبدانا يعني كنت بتخاطبي ادمن الجروب من فضلك حطي لي بتاع ده وشوفي هيرد عليا يقولوا لك ايه. كنا بنحتاج نعمل كده اكيد طبعا. يعني وكنا في حاجات كتير قوي صعوبات يعني بتقابلنا، بنحتاج نرجع للدكتور المشرف علينا، محتاجين خبره اكتر لما نبقى نازلين مثلا ايفنت، ازاي نكلم مين ونتكلم ازاي، والحاجات اللي زي كده كانت بتقابلنا كتير يعني صعوبات من دي.
لو مسكت بقى حكايه الصعوبات يا ملك، ايه اكتر الصعوبات او اكبر مشكله واجهتكم وانتوا بتعملوا المشروع بتاعكم؟ الفكره ان فعلا زي ما فاتي قالت ان الموضوع طبي قوي، واحنا في الاول احنا طلاب اعلام، فكان لازم عندنا كميه معلومات كبيره قوي عن الموضوع عشان نبقى دارسين الموضوع كويس قوي، نتكلم مع دكاتره كتير عشان نتاكد من كل معلومه صح، ان هي طالعه للناس مظبوطه، ان احنا ما بنقولش معلومه غلط، ان ده كلام طبي ودي حياه ناس زي ما بنقول، وان هو ليه مضاعفات تانية كتيره. ففكره ان احنا فعلا نحس ان عارفين نعمل تاثير، وان احنا موضوع ممكن يوصل لسرطان بعد كده لا قدر الله او حاجه، فنحن نحاول نلحق ده من بدري. فدي كانت يعني مسؤوليه كبيره قوي علينا ان احنا نقدر نفهمها من بدري، وان احنا يبقى عندنا العلم الكافي من مصادر موثوقه فعلا ان احنا نوصل ده للناس. في نفس الوقت البنات اللي عندها تقيسات كانت حاسه ان هي محدش فاهمهم، محدش عارف هما بيحسوا بايه، وان هما لوحدهم في الموضوع ده. فبدانا احنا سمينا الحمله بتاعتنا قصتك، عشان لقينا ان قصه كل بنت عندها تكيسات قصه مختلفه عن الثانيه، حتى لو الاعراض متشابهه ما بينهم وبين بعض، بس مش لازم كلهم يبقى عندهم نفس الاعراض. فسمينا الحمله بتاعتنا قصتك، عشان احنا كنا حابين نسمع كل القصص دي، وبنستاذنهم بعد كده ان احنا ننشرهم بعد كده عندنا على السوشيال ميديا، عشان كل بنت تشوف ان هي مش لوحدها، تعرف ان في ناس ثانيه بتمر بهي نفسها بتمر بيه، وان لو حد بيواجه اي حاجه من الاعراض دي ومش فاهم ده ممكن يبقى ايه او كده، ده ممكن يشجعه اكتر ان هو يروح يكشف عشان ما يواجهش اي حاجه من المضاعفات بعد كده. فالفكره كانت في المسؤوليه ان احنا نطلع حاجه مظبوطه وحاجه سليمه وحاجه فعلا ما فيهاش معلومات غلط، علشان كمان مصداقيتنا، وعلشان عايزين فعلا نساعد الناس. اغرب القصص اللي انتوا سمعتوها، اننا بقى بنتكلم على قصتك، اغرب قصه واللي يعني كانت ساعات بيتكرر منها فيرجنز مختلفه، انه البنت بتروح للدكتور وساعات بتتشخص غلط، او بتروح لدكتور غلط تبقى مش عارفه ايه اللي عندها، ده طبعا مش قادره تشخص ان ده تكيس مبيض، فبتروح لدكتور غلط او دكتور يشخصها تشخيص مش مظبوط قوي، فبتبدا تدخل في يعني دوامه علاج بروسيس غلط، فبتوصل ان هي تشخيص غلط فتدخل عمليه غلط. بنت دخلت عمليه في الاول شخصت قولون، وبعدين اضطرت لعمليه في الاخر، وهكذا. فالتشخيص الغلط ادى الى يعني بروسيس طويله، بس في الاخر لما راحت لدكتور النساء وعرفت انه تكيس مبيض وبدات تتعامل معاه صح، ده كان يعني حل القصه اسهل يعني بعد كده. بما اننا بقى احتكينا ببنات كتير وسمعنا قصص كتير، تفتكري مين المسؤول عن التوعية بتكيس المبيض؟ هل هي الميديا؟ هل الأطباء؟ هل الأم؟ هل البيت؟ هل الإخوات؟ احنا حملتنا هي طالعه من الميديا، بس هي اساسها كله الطب والدكاتره والابحاث اللي اتعملت قبل كده. يعني احنا ما فيش جهه معينه هتقدر تقوم بالحمله لوحدها، يعني ما ينفعش الميديا تقوم بالحمله، ما ينفعش احنا نقول ان احنا هنعمل الحمله دي من غير ما نرجع لدكاتره واطباء عشان نتاكد من المعلومات دي كلها. في نفس الوقت احنا بنخاطب الامهات والاخوات والازواج كمان، ان هم لو شاكين ان ممكن تكون مراتهم او بنتهم او اختهم عندهم اي حاجه من المشاكل دي، ان هم يبقوا عندهم العلم الكافي ان هم يقولها طب لا انت ممكن يكون عندك حاجه اسمها تكيس المبايض، فهي تروح تكشف بعد كده. فاحنا الحمله مش هتقوم بجهه واحده بس، سواء من الميديا او من الطب بس، فلازم كلنا نشتغل مع بعض عشان نقدر نوعي الناس اكتر. يعني الامهات مش هيبقى عندها العلم الكافي لوحدها، لازم يبقى عندها معلومات من دكاتره، بس لازم المعلومات دي عشان توصل لهم لازم تعدي من الميديا. فده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا ناخد المعلومات من دكاتره نوصلها للامهات وللبنات وكده. بس بيتي لما قعدتوا مع بعض وقلتوا هنعمل موضوع عن تكيس المبيض، ما فكرتيش او ما خفتيش ليه ما نعملش حاجه اسهل، ما نعمل حاجه عن الفاشن، عن الموضه، عن 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 عن؟ اكيد فكرنا في الاول طبعا، يعني حسينا ان زي ما كنا بنقول قبل كده انها مسؤوليه كبيره قوي، خاصه الموضوع طبي. بس احنا كلنا احنا الثمانيه كان فارق قوي معانا واحنا بنختار مشروع تخرجنا، انه يبقى فعلا بيعمل فرق في حياه الناس اللي حوالينا، فرق لنا انه نبقى بنعمل اثر في المجتمع اللي احنا فيه، وفعلا نبقى عارفين نساعد ناس في اخر المشروع لما نيجي نبص عليه لقينا فعلا حالات وقصص احنا ساعدناها فعلا، مش مجرد مشروع نتخرج بيه بس من الجامعه. دور الدكاتره واحنا بنتكلم على مشروع علمي، اطباء النساء والتوليد كان معاكم ايه او رجعت لهم ازاي؟ اطباء نساء والتوليد احنا اتكلمنا مع دكاتره نساء وتوليد، كمان لقينا ان تكيسات المبايض بيتدخل فيها تخصصات تانية كتير، زي دكاتره الغده، زي دكاتره التغذيه، زي دكاتره الجلديه، لان ليه اعراض بتاثر على الغدد، هو اصلا بتبقى لخبطه في الهرمونات اللي بتؤدي لتكيسات المبايض. فاتكلمنا مع دكاتره غدد، اتكلمنا مع دكاتره تغذيه، عشان في بنات بتروح لدكاتره التغذيه اصلا عشان هي مش عارفه تخس او بتحاول تخس بقالها كتير وسبب تكيسات المبايض وزنها ما بيقلش. فاحنا اتكلمنا معاهم
كلهم بنشوف ان هو البنات لما بتروح لهم بتكون حاسه بايه، وهل هم يقدروا يشخصوا الحاله كتكيسات الموبايل ولا لا. اكتشفنا ساعتها ان هو ما فيش حد يقدر يشخص الحاله كتكيسات الموبايل غير دكاتره النساء والتوليد. فلما يبقى حد من التخصصات دي شاكك ان الحاله دي ممكن يبقى عندها تكيسات الموبايل وهي اللي مسببه لها كل الاعراض دي او المشاكل دي، ساعتها بيقول لها لا لازم تروح لدكتوره نساء وتوليد، هي اللي هتساعدك ان انت تتشخصي وتساعدك تحلي كل المشاكل دي. احنا مش عايزين نعالج كل عرض لوحده، احنا عايزين نعالج السبب الرئيسي، ان مهما حاولنا نعالج كل عرض لوحده هو هيبقى حل مؤقت مش هيبقى حل للعلاج الدايم لينا. فكره كمان تكيسات الموبايل ان هو مش مرض بيروح او مش حاجه بخف منها، هي حاجه انا بتعلم ازاي اتعايش معاها. فدكاتره النساء فعلا ساعدتنا كثير قوي في ان هي تدينا معلومات، وان هي لو احنا كان عندنا اي معلومات جبناها من ابحاث قبل كان يتاكدها لنا هي صح ولا غلط قبل ما نطلع المعلومات دي لاي بنات او اي امهات او حتى الميديا. هو انت قلتي كلمه مهمه جدا، تكيس المبيض مش بيخف او مش بيروح، لكن انا اقدر اسيطر على الاعراض اللي هو بيعملها، اقدر اسيطر على الشكوى بالظبط الطريقه اللي هو طالع بيها بالظبط. لو قلنا يا بيتي انتي شايفه انتوا نجحتوا بنسبه قد ايه؟ احنا شايفين ان احنا عرفنا نوصل لعدد كبير من البنات من خلال الايفنتس اللي كنا بننزلها، عرفنا نوصل صوت الحملة او التوعية اللي احنا كنا عايزينها لعدد كبير من البنات. وكمان كنا بنشوف ده في القصص اللي بتجيلنا على السوشيال ميديا، لما بنلاقي في بنات فعلا بتتفاعل معانا وبتحكي لنا قصصها او بتسأل مثلا اسئلة اعرف ازاي، او بتسألنا على اي حاجة ونحولها لدكتور نساء او كده، ده كان بيحسسنا انه احنا نجحنا شوية في وهمزة الوصلة او الكوبري اللي بتصدق. مالك لو سألتك بقية البنات اللي معاكم في المجموعة بيعملوا ايه او دورهم ايه؟ كلنا انا شايفه الصوره هي كلكم مع بعض. كلنا موجودين اصابه بسم الله ما شاء الله مع الدكتور بتاعنا دكتور حليمه ابو سيف، هو ساعدنا كتير قوي في المشروع، والمعيده بتاعتنا ندى هلالي برضو ساعدتنا كتير قوي. كلنا شغالين على المشروع من اول يوم. كانت الفكره اصلا جات لنا من مريم، هي اول واحده واقفه في الصوره، هي اللي قالت لنا في حاجه اسمها تكيس على الموبايل وان احنا ممكن نوعي الناس اكتر عنها. فهي كانت اساس الفكره في الاول. بعد كده كلنا حبينا الفكره، حبينا ان احنا نعمل فرق فعلا. كلنا اشتغلنا على كل حاجه من اول الابحاث من الاول خالص، يعني في مننا اللي اتكلموا مع دكاتره نساء بس، في مننا اتكلموا مع دكاتره تغذيه بس، وفي الاخر بنلم كلنا المعلومات ونراجعها ورا بعض. كلنا بدانا السوشيال ميديا كامبينز بتاعتنا، البيجز بتاعتنا سواء على فيسبوك او على انستغرام او تيك توك، كلنا بنشتغل عليهم. في مش لازم كلنا نكون بنطلع او بنظهر في اللي بيحبوا ان هم يشتغلوا على المونتاج والاديتنج اكتر، وان هم يكتبوا اكتر من ان هم يظهروا للناس بشكلهم بنفسهم. كل واحد له مسمار في حته بالظبط عشان نقدر كلنا نطلع حاجه مظبوطه في الاخر. مش لازم كلنا نبقى شغالين على نفس الحاجه، محتاجين ان احنا نتفرق وكل واحد يشتغل في اللي هو بيعرف يعمله اكتر. بس لو سألتك يا باتي مشروع التخرج يعني ايه؟ يعني ايه مشروع تخرج عن تكيس يعني ايه؟ احنا الجامعة دايما متعودة ان هي بتدعم المشاريع التخرج بتاعت كلية اعلام، بيبقى مش بس مجرد بحث لكن حاجة حملة بتتعمل 360، يعني بتتعمل من كل الجوانب. فلازم تبقى حملة قوية، محتاجة تبقى واصلة من كل الجهات ويبقى ليها اثر في المجتمع او في البيئة اللي احنا عايشين فيها. يعني في مشروع التخرج احنا بنقوم زي ما قلنا بثلاث مراحل، او مرحلة البحث وبعدين التخطيط وبعدين التنفيذ اللي احنا فيها حاليا، وده اللي بيخلينا بعد كده بنطلع بيه يعني زي برزنتيشن للدكاترة اللي احنا بنقدمه قدامهم، وبعد كده ده اللي بيبقى المشروع التخرج بتاعنا. ملك المشروع صعب ولا سهل؟ المشروع ممكن يكون متعب ومرهق لينا اكيد، لان احنا بنحاول ان احنا نبقى موجودين طول الوقت وبنسمع كل الناس ونرد على كل الناس في كل الوقت. بس هي حاجه احنا فخورين بيها قوي ومبسوطين ان احنا بنعمل حاجه زي كده، حاسين ان احنا ممكن نكون فعلا بنعمل فرق، حاسين ان احنا فعلا اتعلمنا الاربع سنين اللي فاتت وجايين ننفذ كل اللي احنا اتعلمناه ده دلوقتي، وحاسين ان هو دي حاجه هتهيئنا قوي لما نيجي نشتغل بعد كده فعلا. بس فهو ممكن يكون الموضوع متعب ومرهق، مش صعب عشان احنا اتعلمنا كتير الاربع سنين اللي فاتت، بس في تحديات كتير اكيد. بس يعني هي حاجه احنا مبسوطين بيها في الاخر، يعني حتى التعب ده كله احنا مبسوطين ان احنا تعبنا فيه، مبسوطين ان احنا حاولنا نطلع حاجه ممكن تكون فعلا بتساعد الناس. نورتيني ملك علاء الدين مصطفى، نورتيني بيتي وجيه طيب. شكرا لحضرتك، اتمنى لكم النجاح والتوفيق. بجد حاجة تفرح ان احنا نشوف، مش هقول الجيل الجديد او الشباب بيفكر في شيء مفيد،
الإعلام مش مجرد ترفيه، لا، الإعلام له رسالة واضحة وصريحة وكمان مفيدة. فاصل صغير قد كده وراجع لكم.